أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها وإيديك بإيديك هتعمرها. هنا الجمهورية الجديدة، حلمك هيبقى حقيقة، على إيدك الأمينة حققت الوعد لينا. هتعيش يا مصر حرة، هتعيش ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين عايشين الفرحة بيكي. أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هنا الجمهورية الجديدة. عند إعلان الجمهورية الجديدة، شركات التطوير العقاري عددها زاد جدا، وبالتالي عدد شركات التسويق العقاري زاد برضه، والعميل بقى في حيرة يروح يشتري من أنهي شركة. عنده استفسارات وأسئلة كتير، احنا النهاردة هنجاوب على كل حاجة ممكن تكون بتدور في خيالك وانت بتتفرج على الحلقة دي. جالنا كمية أسئلة واستفسارات عن التمويل العقاري. أنا كمواطن أكون واثق في شركة بتبيع وحدات إدارية أو تجارية إزاي؟ ازاي اروح اختار اللوكيشن وابقى متاكد ان الديزاين اللي انا بختاره ده فعلا هيتم على ارض الواقع؟ طب اسال عن سابقه الاعمال ازاي؟ ما مش كل حاجه يا جماعه دلوقتي بقت على جوجل، نقدر ننزل اخبار غير صحيحه، فده مش الحل الاسلم. النهارده هنرد معاكم على كل اسئلتكم، وازاي نقنن جميع مشاكلنا وجميع اوضاع الشركات العقاريه مع ضيفنا المتميز دكتور احمد الشناوي، عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، سعيد بوجودي معاك وبشكرك على المقدمه بتاعتك يا فندم. منور الجمهوريه الجديده. اشكرك، ده شرف ليا. لما قررنا ان احنا النهارده نتكلم مع المواطن ببساطه شديده، وان احنا نوصل له المعلومات اللي هو بيدور عليها والمعلومات اللي تكون في صالحه، قررنا ان حضرتك تكون ضيفنا. اهلا وسهلا، انا سعيد بوجودي يا فندم معاكم. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم يعني ايه اصلا تطوير عقاري؟ ليه بقى في مصطلح دارج في الجمهوريه الجديده هو التطوير العقاري؟ طيب، هي منظومه التطوير العقاري اختلفت تماما عن زمان. يعني خلال السبع سنوات الاخيره الامور بقت مختلفه تماما. احنا بقى عندنا كم هايل من المدن الجديده، بقى عندنا نسبه الاعمار في رؤيه مصر 2030 المفروض توصل 14-16%، بالفعل احنا في بدايه عام 22 وحققناها. عندنا تنميه مستدامه، عندنا مدن جيل رابع، عندنا حاجات كتير. فهي زي ما بقول لحضرتك المنظومه اختلفت تماما. مش مجرد هو التطوير العقاري بيعتمد اساسا على الفكر، مش مجرد مواد بنا وارض ويلا نبني وخلصنا والعميل يشتري او نبيع من قبل ما نخلص. هي القصه مش كده خالص، الثقافه اختلفت تماما. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم على التطوير العقاري ما قبل السبع سنين اللي فاتت كنا بنتكلم على القاهره الكبرى، كان متعارف عليه في القاهره الكبرى في شرقها وغربها. النهارده حضرتك بقى عندنا الصعيد، عندنا مدن، عندنا أسوان، عندنا سوهاج الجديدة. صحيح. الثقافة حضرتك اختلفت وبقت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. عندنا الدلتا، عندنا هنتكلم على مدينة المنصورة الجديدة، عندنا المدن الساحلية زي مدينة العالمين. طبعا كل ده حاجات عظيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لقطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية. صحيح. فإحنا حاليا بنعيش نهضة عمرانية حضرية غير مسبوقة قبل كده، ومصر بتدخل كمان عصر ناطحات السحاب من أوسع الأبواب. بالظبط كده. إحنا لو بصينا على العاصمة الإدارية هي باكورة الانطلاق بالجمهورية الجديدة، فهنشوف الفكرة والتطوير مختلف والمشاريع مختلفة. عشان كده هو التطوير العقاري أو النهضة العمرانية دي مشروع، فما ينفعش ان احنا نقف عند يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه مش مجرد ارض ومواد بنا واحنا كده بنينا المشروع. لا، الفكره بقى في سمارت تكنولوجي، فبقى في مدن مستدامه، القصه بقت مختلفه. صح. زمان كنا بنقول شركه مقاولات، دلوقتي بنقول تطوير عقاري.
ده أنا بشوف فيه إيجابيات وسلبيات في المصطلح ده. أي شركة دلوقتي ممكن تبقى شركة تطوير عقاري، كنا زمان نقول المقاول الفلاني، دلوقتي لا، يقولك أنا شركة تطوير عقاري، أنا ممكن أخد جزء في مشروع. ده فتح أبواب كتير لشركات كتير إنها تدخل المجال. إيجابيات وسلبيات. إيجابيات إن إحنا بقى عندنا شركات كتير، بقى عندنا كوادر بشرية بتشتغل بعدد أكبر، عندنا دلوقتي حجم البطالة بيقل، عندنا حاجات كتير حلوة قوي في الموضوع ده، ولكن ما بقاش العميل عارف يختار أنهي شركة، بقى متردد، بقى خايف، بقى ممكن شباب صغيرين بيعملوا شركة تطوير عقاري ومن غير ما يقصدوا، من غير ما يقصدوا، أنا بأكد على كلامي، من غير ما يقصدوا ممكن يكون المشروع مش على أكمل وجه معهم بسبب عدم دراسة كافية، بسبب قلة خبرة، بسبب حاجات كتير قوي. إزاي نواجه التحديات اللي بتواجهنا بقى في كلمة التطوير العقاري؟ الأول كانت مقاول، دلوقتي بقى في تطوير عقاري. نعم. وما زال موجود المقاول. نعم. هي حضرتك هي المنظومة بتضم فئات كتير، هي بس إحنا محتاجين نفهم الفرق ما بين المقاول وما بين المكتب الاستشاري وما بين المستثمر العقاري وما بين المطور العقاري وما بين المسوق العقاري. المقاول ما زال موجود طبيعي، اللي بينفذ المشاريع. المكتب الاستشاري اللي بيعتمد الرسومات الهندسية طبقا للمشاريع، تمام. وبعد كده بنتكلم المقاول ده شركة المقاولات دورها تنفيذ المشروع طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة. الاستثمار العقاري مازال موجود، اي حد بيبني عماير منفصله دي استثمار عقاري. المطور العقاري القصه مختلفه تماما، ان القصه محتاجه فكر اكتر وتطوير اكتر، دراسات، يعني المفروض يكون في دراسات جدوى كامله من التكلفه، اليات التنفيذ، الجداول الزمنيه، فكل التفاصيل دي المفروض تكون متاحة وتكون موجودة معنا. يعني شركة التطوير العقاري بيكون لازم لها إمكانيات أعلى مثلا؟ شركة التطوير العقاري يا فندم هي شركات التطوير العقاري بتاخد الأرض بداية من استلام الأرض أو شراء الأرض، البنية التحتية هي اللي بتقوم بيها. زي ما قلت لحضرتك في البداية، هو المشروع مش مجرد أرض ومواد خام ويلا نبني، لأ. يعني شركة التطوير العقاري بتدخل تاخد الأرض وتعمل المشروع ويجيب الاستشاري الهندسي يعمل لها الرسومات الهندسية، أو الرسومات هي بتبقى مسؤولة عن كل حاجة. مسؤول عن كل حاجة، لكن المقاول بيدخل لواحد في أرضه ينفذ له بقى مشروع، مدرسة، كومباوند، فيلا. ده مهم، هي منظومة حضرتك كلها متكاملة، هي بس في فرق كل حد ليه اختصاصه. احنا بنتكلم هنا على المطور العقاري أو شركات التطوير العقاري، المفروض النهاردة يكون عنده فكرة، عند رؤية لقطاع التطوير العقاري بشكل عام. ما هو لو ما عندوش رؤية لقطاع التطوير العقاري بشكل عام مش هيقدر مش هيقدر يتخيل شكل مشروع. احنا النهاردة المفروض المطور العقاري يكون شايف مشروعه من قبل ما يتولد، من قبل ما يكون موجود. فالمفروض النهاردة عنده الدراسات الجدوى الاقتصادية زي ما قلت لحضرتك، من جداول زمنية لتنفيذ المشاريع، للتكلفة، للمواصفات الفنية اللي المفروض هنفذ عليها، للنتائج في الآخر. صح، لأن في شركات كتير بتطرح ديزاين وشكل حلو قوي، لكن على أرض الواقع ما بيتنفذ. هي دي حاجات حضرتك من ضمن التحديات اللي بتواجه قطاع التطوير العقاري، زي ما شرحتي إن في شركات بتدخل في التطوير العقاري ولكن محتاج دون خبرة أو بدون دراسة أو بدون تخطيط، وده ما ينفعش. ما بيبقاش القصد منهم التلاعب لا سمح الله او حاجه وحشه او عدم التنفيذ، هي قله الخبره مع عدم التخطيط مع عدم وجود فكره هو مؤمن بيها. صدقيني هي القصه مش قصه ان طبيعي اي حد بيشتغل انه بيشتغل طبيعي عشان خاطر يحقق ارباح وعشان خاطر مكاسب ماليه، ده ما فيهوش مشكله، ده امر مشروع. ولكن هو لو الحد خد الموضوع يعني لو الموضوع بالنسبه له خد جزء برضه مع تحقيق الاهداف دي رساله، هيركز اكتر. انا النهارده محتاج خبره، طيب، ومحتاج ان انا اخطط للمشروع ومحتاج اعمل دراسات، التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها كلها من دراسه جدوى، اعرف جدول زمني، اعرف تكلفه، اعرف ادرس السوق. انا كمواطن عايز اشتري وحده وعايز اختار شركه تطوير عقاري
يكون موثوق منها اعمل ايه؟ ايه الخطوات المطلوبه مني؟ لازم حضرتك العميل او الجمهور عموما يتثقف بثقافه التطوير العقاري، بدءا من انا رايح شركه اشتري منها لازم ابقى فاهم يعني ايه قرار وزاري خاص بالارض، اعرف المشروع اللي انا بشتري فيه مكانه فين، واقدر من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده او الاجهزه التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه أجهزة المدن الجديدة أقدر أسأل على القرار الوزاري ده سليم، أقدر أشوف الوحدة اللي أنا بشتريها موجودة في القرار الوزاري بالفعل، المواصفات الهندسية والمواصفات الفنية مطابقة، عشان خاطر ما تعرضش لأي نوع من أنواع هنقول يعني مش هنقول حاجة يعني مقصودة، بس وارد أن يكون بشتري في مشروع طبعا وارد، وحتى لو موجود بنسبة صغيرة جدا طبعًا. بس موجود. فإحنا بنقول دلوقتي للمواطن إحنا عايزين نديك الخطوات اللي تكون أنت حاسس فيها بالأمان. معلش الواحد بيكون محوش تحويشة عمره يا دكتور وبيروح يحطها في مشروع، لو مش هيستلم المشروع زي ما هو اختاره يعني ده مش صح، وده بيبقى بالنسبه لهم خلاص يعني عارف اللي هو حلمه ضاع، انا مش هاخد بقى الشقه المحل ايا كان. فهو مطلوب منه يعمل ايه عشان يبقى هو حاسس بالامان؟ يروح يسال في هيئه المجتمعات العمرانيه، لازم حضرتك يروح يسال في الاجهزه بالظبط، يتثقف بموضوع ان في قرار وزاري يليه، في تراخيص يليه، يشوف الشركه، يتابع الشركه هل بتنفذ طبقا للمخطط وطبقا للقرار الوزاري وطبقا للتراخيص او في مخالفات او الكلام ده كله. طبعا النهارده احنا عندنا اصلاح منظومه التراخيص الحمد لله قضى على العشوائيه تماما وعلى المخالفات اللي كانت بتحصل في السابق، ولكن في شركات ولو قليله، طبعا شركات التطوير العقاري المحترمه كتيره في السوق، ولكن في شركات ولو قليل منهم ولكن بيأثر بشكل سلبي من خلال هو بيعتمد على تفاصيل اخرى، هو مش يعني احنا بنقول الخبره فين، دراستك فين للمشروع، ايه تخيلك للمشروع من قبل ما يكون على ارض الواقع، لازم اكون حط نسبه يعني نسبه ولو نسبه بسيطه للريسك، فكل ده انت مغطيه ازاي وهتعالجه ازاي لو حصل، عشان خاطر اامن نفسي كشركه وامن العملاء اللي بيشتروا مني. صح، بشوف دايما مكتوب كده على بعض الوحدات ان هي لا تصلح للتمويل العقاري، ايه هو التمويل العقاري؟ التمويل العقاري يا فندم ليه اشتراطات كتير، احنا اهم حاجه ان تكون الوحده متشطبه بالكامل وكامله المرافق، ودي من التحديات اللي بتواجه التمويل العقاري مع شركات التطوير العقاري. مفيش شركه تطوير العقاري النهارده هتقدر تتحمل الاعباء كامله وهتستنى على مشروعها لما ابيع اشتري الارض واخلص قرارات وزاريه واخلص تراخيص وابني واخلص واشطب الوحدات وادخل مرافق وبعدين ابيع. فللاسف دي تحدي كبير بيواجه شركات التطوير العقاري. يعني حضرتك مع العقاري ولا ضد؟ لا انا محتاجين تفعيل يعني يكون في مرونه اكتر للتمويل العقاري، ده هيخدم قطاع التطوير العقاري بشكل عام وهيخدم الشركات وهيخدم العملاء. زي ما بقول لحضرتك النهارده برضو شركات التطوير العقاري عندها اعباء كتيره، شراء الارض واسعارها، ارتفاع اسعار مواد البناء، النهارده تحولت لتمويل عقاري ذاتي، شركات بتدي 9 سنين و8 سنين و10 سنين وفي بعض الشركات اكتر من 10 سنين. صحيح. مقدمات ب 10%. طب ما هو لكن لو البنوك دخلت في الاليه ديت الموضوع هيختلف كتير، هيختلف يا فندم وهيساعد على، وانا كمواطن هبقى واثق اكتر ان البنك دخل ياخد لي الوحده دي وهو من خلاله يعني بالزبط. ده هيطمني انا كمواطن بالزبط. ان المشروع ده ورقه سليم، لان البنك بيبقى ليه اجراءات واجراءات كمان حازمه بالزبط. مش هينه، فانا كمواطن هبقى واثق. تمام، احنا بنقول المرونه ما بنقولش الاجراءات، طبعا ما ينفعش ان احنا نقول ما يعني الغي كل الضمانات اللي انت، لا طبعا لازم الضمانات، يعني على سبيل المثال ممكن اكون الكلام اللي بقوله صح وممكن يكون غلط، يكون في يعني من خلال انا مقتنع بحاجه معينه ممكن تكون تطبيقها صعب او ما ينفعش، ليه ما يكونش العقد ثلاثي ما بين المطور العقاري، شركه التطوير العقاري والبنك والعميل، بحيث البنك يقدر يراقب ويكون في حساب مشترك للمشروع مش الشركه، يعني خاص بالمشروع بعينه، بحيث البنك يضمن ان شركه التطوير العقاري
بتنفذ المشروع من خلال الفلوس بيع الوحدات اللي هي بعتها كتمويل عقاري. في شركات في العاصمة الإدارية أنا أعرفها وأعرف ملكها شخصيا عاملين كده من غير بقى تفعيل قوانين لإطمئنان العميل. إزاي من غير تفعيل قوانين؟ يعني هو يقول لك أنا هعمل حساب ده بتاع المشروع، ما هو عامله هو سيستم عنده، عامل حساب في البنك مثلا فلان حجز واحدة، الفلوس بتتورد للحساب ومن خلال الحساب ده بيطلع بقى يبني خرسانات، اللي هي الخطوات بتاعت البناء. احنا بنتكلم ده بيطمن العميل جدا، يعني كل جهة تقوم بالدور بتاعها. صحيح. المطور العقاري درس المشروع وعنده التخطيط وعنده الرؤية وعنده يبدأ يشتغل في مشروعه. البنك يمول العميل، العميل بيشتري ويبقى فيه بنود طبعا أو نواحي قانونية بتنص، بنود قانونية بتنص على سلامة ضمان شركة التطوير العقاري تنفيذ أو توجيه الفلوس اللي بتبيع بيها للعملاء في المشروع ده. صحيح. وضمان وده ممكن يضمنه هيئه المجتمعات العمرانيه، يعني ممكن البنك يتابع مع هيئه المجتمعات العمرانيه طبعا لان بيبقى ليهم اجراءات كتير القرارات الوزاريه لغايه انهاء المشروع. طبقا كل ده يكون طبقا لجداول زمنيه ومواصفات تنفيذ. صحيح. بس انا بستغرب ان انا ممكن اروح اخد سياره او اشتري سياره من خلال البنك بستلمها بسهوله جدا والموضوع بقى سلس، ما دام المعرض بقى موثوق منه وما دام البراند موثوق منه، ايا كان ايه بقى الاجراءات اللي هم بيعملوها، لان بيعملوا اجراءات على الشخص نفسه بيبقى خلاص. بالزبط. يعني بياخدوا جزء من المرتب، بياخدوا ضماناتهم، ليه فعلا ما يفعلوش ده في العقارات؟ الموضوع ده لو اتفعل في ال 14 مدينه هو حضرتك هي القصه محتاجه قرار هيختلف. من البنك المركزي هي محتاجه قرار. ممكن يكون الـ 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 الامر في العقار مختلف، ولكن هي بالعكس العقار موجود، ولكن ممكن يكون هو موجود ومش موجود في نفس الوقت. هو موجود بس هو لسه بالفعل ما تمش بنائه، فده اللي احنا بنقول عليه ان يضمن يبقى في كشف حساب مشترك بين الثلاث اطراف اللي في الموضوع، الممول والمستفيد والبايع، كضمان للرقابه على ان الفلوس دي بتتوجه في المشروع ده، مع التنسيق ما بين البنك وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده طبقا للجداول الزمنيه والمواصفات عشان نضمن ان الموضوع ماشي بسلام. ان العيب فعلا بقى على شركات التطوير العقاري كبير. صحيح. تمويل الارض، ثمن الارض، مواد ارتفاع سعر مواد البناء، فترات السداد اللي وصلت لاكثر من 10 سنين، بالاضافه النهارده برضو الثقافه بقت مختلفه، مصاريف بقت الحملات التسويقيه للمشروع. صحيح. بقت مكلفه. صحيح. وبصراحة رجال الأعمال المصريين ما قصروش، أنا شايف أن هم بيدخلوا بكل الباور اللي عندهم. محتاجين بقى الدولة تساند ده زي ما هم بيساندوا الدولة وبيساندوا قرارات الدولة، لا أنتوا كمان ممكن تقدموا لهم إجراءات أسهل. ما بنقولش إن يعني إن إحنا نتخلى عن إجراءاتنا، لا، أنا بقول إن إحنا نسهل على المطور ونسهل على العميل ونسهل على البلد. عايزين بالزبط. نبني في أسرع وقت. احنا بدل ما ندخل مشاريع صغيره بس، بدل ما ندخل مصانع، بدل ما ندخل في تجاره السيارات، لا، احنا عندنا يا جماعه يعني بنقول التطوير العقاري او السوق العقاري بيمثل قد ايه من اقتصاد الدوله، من اقتصاد اي دوله. احنا بنتكلم في عنصر مهم جدا يا فندم، احنا لو فعلنا ده في عنصر بيمثل جزء كبير قوي من اقتصاد البلد، لا، بلدنا هتروح تقريبا في حتة تانية. القطاع العقاري بيساهم في اكتر من 25% من الانتاج القومي. نعم. فقطاع عريق وقطاع مهم جدا، وقطاع اي حد بيشتغل داخل منظومه التطوير العقاري والتنميه العمرانيه لازم يكون دارس وفاهم كويس قوي يعني ايه تطوير عقاري، ويعني ايه تنمية عمرانية جديدة، ويعني ايه مدن مستدامة، ويعني ايه سمارت تكنولوجي، ويعني ايه التفاصيل دي كلها. لازم مصر ثبتت نفسها يا فندم على مستوى العالم بقيادة زعيم عارف هو بيعمل ايه، بيخطط. ده حقيقي. وعنده قيادات سياسية وعنده كوادر بشرية بتنفذ. عندنا زعيم بيحلم واحنا بننفذ وبنساعده، ومبسوطين جدا في الخطوات اللي احنا بناخدها. احنا مصر دلوقتي بقت انا عايزه اقول ايقونه في عين العالم. ده بجد احنا عملنا تليفونات كتير مع ناس حول العالم عشان نشوف الجمهوريه الجديده
في عيونهم مش في عيوننا احنا بس. احنا بقى عندنا مدن فيها استثمار اجنبي بحجم كبير جدا. ده حقيقي. احنا عندنا العاصمة الإدارية زي ما قلت لحضرتك في البداية هي باكورة الانطلاق بالجمهورية الجديدة. صحيح. يعني مدينة بمواصفات عالمية على أرض مصرية. صحيح. لازم كلنا نروح ولازم نشوف ولازم نعرف ولازم محتاجين نثقف الجمهور بكل الكلام ده. لازم كل الناس تروح وتتفرج على العاصمة الإدارية وتشوف مدينة العالمين الجديدة وتشوف النهضة العمرانية الحقيقية اللي احنا فيها على أرض الواقع مش مجرد كلام. وفي 3-4 سنين مش هنقول بقى في 20-30 يعني سنة، احنا في 3-4 سنين هي آخر 7 سنين معجزة. زي ما قلت لحضرتك شهدنا نهضة عمرانية حضرية غير مسبوقة في تاريخ مصر، توسعات عمرانية فعلا زي ما حضرتك قلت في أنحاء جمهورية مصر العربية، صيد من الأرياف والصعيد والدلتا كله. يا فندم انت عندك مشروع حياة كريمة، ده في حد ذاته يعني مشروع عظيم فعلا، أثبت أو رجع للمواطن المصري كرامته. التطوير اللي بيحصل في الكرة وفي الأرياف، مدارس، مستشفيات، يعني كل ده النهاردة عندنا. برضو لو هنتكلم على شبكة الطرق، يعني حضرتك لو في غرب القاهرة ورايحة شرق القاهرة ما موضوع 3-4 ساعة تقريبا بالظبط كده. دلوقتي احنا نقدر نقول ان حياة كريمة مش أكل وشرب، لا حياة كريمة فيها توسعات عمرانية، فيها مبادرات 100 مليون صحة، فيها مصانع، فيها طرق، فيها حاجات كتير قوي. واحنا لسه مكملين يا دكتور في الجمهورية الجديدة، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في حتة، وهنجاوب على جميع أسئلتكم. هنزل لكم بعد الفاصل أرقام للتواصل الاجتماعي وكمان مواقع تدخلوا تسجلوا فيها الأسئلة بتاعتكم عشان نرد عليها. استنونا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم، يعني ايه تطوير عقاري وايه المشاكل وازاي نحلها، وانا كعميل اشتري وحدتي وانا مطمن ازاي. اتكلمنا يا دكتور عن الفرق ما بين شركة تطوير عقاري وشركة مقاولات، ولكن عايزين نتكلم عن التحديات اللي بتواجه التطوير العقاري وازاي نواجهها. تمام. طيب هنبدأ بالتحديات اللي بتواجه التطوير العقاري. اول حاجة احنا عندنا الشركات بقت كتيرة، رغم دي يعني دي ظاهرة إيجابية ولكن هي سلبية في نفس الوقت. يعني هي المنافسة دايما، المنافسة المشروعة في صالح العميل وفي المصلحة وفي المصلحة العامة، ولكن احنا بنتكلم على الشركات اللي هي ما عندهاش دراسة للتطوير العقاري، الشركات اللي ما عندهاش رؤية لقطاع التطوير العقاري بشكل عام، دي بتشكل جوانب سلبية على القطاع. زي ما قلنا التطوير العقاري والنهضة العمرانية مش مجرد ان احنا ارض ومواد خام وبنبني ومواد بنا وبنبني، لا هي القصة مختلفة تماما. هي بتعتمد على الفكرة، بتعتمد على الخبرة، بتعتمد على التخطيط، بتعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية، احنا فين من كل ده، ايه تكلفتنا للمشروع، ازاي احسب تكلفتي، ازاي اقدر لو في مخاطر هواجهها ازاي، لو في تحديات هواجهها ازاي، ازاي احط جدول زمني عشان اقدر التزم مع العميل واسلمه وحدته طبقا للمواصفات اللي احنا متفقين عليها وطبقا للقرارات الوزاريه وطبقا للتراخيص في الوقت اللي احنا حددناه. فده للاسف بيبقى فيه غياب عند بعض الشركات، وده بيعمل مشكله بعد كده للشركه. ممكن الشركه على فكره ما بتبقاش قصده، يعني الشركه اللي بيحصل معاها كده ممكن يكون مش عن عمد، او هي مش قصده تعمل كده مع العميل، فبيحصل مشكله على الشركه وعلى العميل اللي دفع فلوس. طب هي لو قله خبره ليه ما نعملش ندوات تثقيفيه للشركات اللي لسه طالعه؟ ازاي تعمل دراسه جدوى؟ ازاي يختار مشروع؟ ازاي يختار حته الارض اللي بيشتريها؟ ليه لا؟ والله صدقيني لو حصل دمج ما بين الشركات الكبيره والمطورين الكبار اصحاب الخبرات مع الشركات بمختلف احجامها وانواعها هتفرق كتير. هي بس المهم ان احنا نعترف ان احنا محتاجين للخبره دي، وده مش غلط. احنا كلنا بنفضل نتعلم مهما عشنا من عمر، بنفضل نتعلم، ده مش غلط. ودايما بنقول الدمج ما بين الخبرات العلميه والعمليه
وازاي نستفيد من الحاجات دي ونطبقها في المشاريع العقاريه. هل نقدر نقول ان الجمعيات الموجوده في مصر ممكن تعمل ندوات، ممكن تعمل محاضرات تثقيفيه للشركات اللي طالعه لسه او للشباب اللي بيحلم يعمل شركه؟ ممكن، ليه لا، ممكن، وده موجود اكيد، يعني ليه لا. فهي نستعين بالشركات الكبيره الموجوده في مصر، ممكن ليها اي شركه طالعه ما هي ممكن كبير. تستفيد زي ما حضرتك بتقولي، في النهاردة مكاتب استشارات تطوير عقاري موجودة في مصر، ممكن نستعين بالشركات دي، نستفيد من خبراتها، نستفيد من دعمهم، ده مش غلط، بس نتعلم. يعني ده مش يعني نعترف ان احنا محتاجين نتعلم، عشان احنا بنتكلم في قطاع عريق وفي قطاع كبير، قطاع بيخدم اكتر كرابط الميت حرفة. يعني احنا قطاع التطوير العقاري بيخدم كرابط الميت حرفة. نعم. فالنهاردة لو هنتكلم هنتكلم على العمالة وهنتكلم على البطالة وحل مشكلة البطالة. صح. فده قطاع مهم، مش يعني ما ينفعش ان احنا ندخل كده لمجرد ان احنا معانا ارض ومواد بنا ويلا نبني، مش كده خالص. فلازم يكون دارسين عارفين تفاصيل المشروع من قبل ما يطلع على ارض الواقع، انا عارف المشروع بتاعي عامل ازاي. يعني انا لو عندي حلم اعمل شركه تطوير عقاري، انا لازم اعرف ايه المطلوب مني الاول، مش ادخل اعمل شركه واروح ادور على قطعه ارض، لا، انا في خطوات، انا لازم مثلا استعين بمكتب ليه خبره بالظبط. لازم اكون عندي دراسه، لازم اكون عندي فكره، لازم احاول ادخل اشارك شركه موجوده بقالها سنين استفاد منها، ده مش عيب. الدمج ده على فكره في العقارات انا شفت ان هو تجربه في اي حاجه حلوة مش جدا. غلط، بس ما غامرش لا بنفسي ولا بفلوس العملاء. صحيح. عايزين نتكلم عن اليه تنظيم القطاع العقاري. طيب اليات تنظيم القطاع العقاري، احنا محتاجين اليات كتير، يعني على قد ما هو موجود قوانين وتشريعات بتنظم السوق، يعني زي بداية من إصلاح منظومة التراخيص، قانون التسجيل في الشهر العقاري، ودي من الحاجات المهمة ومن الملفات المهمة، وقف طرح الأراضي للأفراد عشان ما يحصلش عشوائية، ونحافظ على المظهر الحضاري بتاعنا وعلى النهضة العمرانية وعلى ثروتنا العقارية. بمعنى حضرتك تقصد ان كل مثلا شخص يدخل ياخد قطعة ارض والتاني مثلا كده جنبه بشوية بقطعة ارض، كل واحد بيعمل وكل واحد بشكل وبألوان فدي قوانين وتشريعات هيلة ونؤيدها 100%، وده الدولة واخداه على عاتقها ان هي تنظم قطاع التطوير العقاري. محتاجين بعض الحاجات التانية زي تفعيل التمويل العقاري عشان نقدر يعني السوق ينتعش بشكل افضل من كده، الاعباء كلها ما تبقاش على شركات التطوير العقاري، من فترات سداد طويله، من اسعار الاراضي، زياده مواد البنى. النهارده ثقافه التسويق بقت مختلفه عن زمان برضو. صحيح. فكل ده بيكلف الشركه حاجات كتير، فالعاطف كله بقى على شركات التطوير العقاري، وللاسف بقى تمويل عقاري ذاتي من الشركات. ما هو الشركات هل هتقدر تستمر على ده؟ متهيألي الامر صعب، ان احنا 19 سنين مقدمات من 0 ل 10%. كل شركه ما تاخدش مشروع واحد بالظبط كده، يعني هي ممكن بالزبط تحط كل مثلا امكانياتها في مشروع، لا، احنا بنتمنى ان الشركه تاخد في العاصمه، تاخد في الساحل، تاخد في العالمين، تاخد في الغرب، في الشرق. تنميه عمرانيه، عايزين كل الشركات تساهم فيها. صحيح. ودايما نقول الدوله والقطاع الخاص نسيج واحد لا يتجزا عن بعضه. فاحنا بنناشد البنك المركزي اعاده النظر في تفعيل التمويل العقاري باكثر مرونه، مع طبعا ضمانه بوضع ضوابط معينه. اي حاجه لازم يكون ليها ضوابط، يعني اي الات بتطلب لازم يكون ليها ضوابط، احنا بنحترم القوانين والتشريعات واللوائح، فاي حاجه ليها ضوابط. ما ينفعش نقول طب نفعل التمويل العقاري يبقى كل الناس تاخد، لا، او كل شركات التطوير العقاري تستفيد، لا، احنا بنقول بضوابط معينه تكون اكثر مرونه يستفيد منها كل الاطراف، العميل وشركه التطوير العقاري والبنك كجهه مموله. صحيح. وانا شايفه ان البنك لو دخل في الموضوع دوت، انا كعميل هكون عندي ثقه كفايه ان انا ادخل اختار شركه، ولو الشركه مش عامله مثلا بروتوكول مع اي بنك هبتدي افكر 100,000 مره. وزي ما قلت لحضرتك، احنا ممكن النهارده من خلال البنك يكون في رقابه، والبنك برضو يعني البنوك غصبا عنها، هو سياسه مثلا العربيه انا ممكن اشتريها في 24 ساعه، هو العقار زي ما قلت لحضرتك هو موجود ومش موجود، هو موجود على ورق حاليا لكن ما بقاش موجود على ارض الواقع. فالبنك هيضمن ازاي كشف حساب مشترك
ما بين الثلاث أطراف، العميل والبنك وشركة التطوير العقاري، مع الرقابة على شركة التطوير العقاري بضمان أو بإلزامها بتوجيه التدفقات النقدية من اللي جاية لصالح اللي جاية من بيع المشروع للمشروع بعينه، ما تتوجهش لحاجة تانية. أي شركة تطوير عقاري لها اسمها، وأي شركة تطوير عقاري محترمة، وأي مطور عقاري جاد وحقيقي هيرحب بالكلام ده. وفي نفس الوقت هيئة المجتمعات العمرانية، أنا بقول فكرة ممكن تكون صح وممكن تكون مش مناسبة، ممكن تكون جهة لأي نزاع ما بين البنك والمطور العقاري، ولكن علاقة البنك مع العميل اللي بيشتري زي ما هي، الضوابط زي ما هي، زي ما بيبيع له الوحدة اللي هي لازم تكون متشطبة كاملة التشطيب والمرافق، فنفس الضوابط ونفس الاشتراطات. حضرتك شايف المطور الوهمي بيأثر ازاي على سوق العقار بشكل عام؟ مش هقولك بس بقى التطوير العقاري، لا سوق العقاري بشكل عام. بص يا فندم، اي حاجه فيها سلبيات فها بتاثر على المنظومه بشكل عام، بتاثر على المنظومه كلها. احنا لو جبنا المطور ايا كان، زي ما حضرتك بتقول المطور الوهمي او المطور اللي ما عندوش خبره او المطور اللي يعني اللي مجرد عنده ارض وعنده مشروع وهنبني وهنسلم في الميعاد وهنعمل، هو مش دارس، مش عارف تكلفته، مش عارف حساباته. ده برضو مطور وهمي بالنسبه للعميل. هو بالفعل هو مطور وهمي، هو مش بقولش مصاب وهمي. لا، هو كلمه وهمي افضل. يعني هو كلمه وهمي انا وايدك فيها طبعا ان هو وهمي. هو القصه هو ما عندوش دراسه، ما عندوش فكره، ما عندوش تخطيط، ما عندوش رؤيه لقطاع التطوير العقاري. القصه هي رساله بس نوجهها للمجموعه دي، حتى لو مجموعه قليله صدقيني الفلوس جايه جايه، لو هي مكاسب وارباح فهي جايه جايه، ولكن في حاجات مهمه لازم يكون عندي مجموعه اهداف مشروعه بحققها، حتى لو من ضمن الاهداف دي، واكيد كلنا بنشتغل من ضمن اهدافنا اكيد ان احنا نحقق ارباح ماليه، وده طبيعه القطاع الخاص، ولكن يكون عندي خطه، يكون عندي دراسه جدوى، يكون عندي فكره، اكون شايف المشروع من قبل ما يطلع على ارض الواقع، عشان خاطر اقدر احافظ على العميل واحافظ على فلوسه واحافظ على نفسي واحافظ على سمعتي كشركه. صحيح. فيا ريت يعني ثقافه ان مجرد ان احنا نبيع، واهم حاجه في المشروع ان احنا نبيعه، محتاجين ان احنا نغيرها. احنا محتاجين نبيعه والعملاء محتاجين يشتروا، ولكن باليات، بمنطق، بدراسه، بفكره، برؤيه. لازم اكون صاحب رؤيه. يا ريت كل المتعاملين داخل قطاع التطوير العقاري يتعاملوا مع القطاع انه رساله محتاجين نحافظ عليها، محتاجين نسند الدولة ونسبة ان في شركات وطنية وفي شركات محترمة وفي ناس بتشتغل وناس عايزة تحقق المنفعة المشتركة والمنفعة العامة قبل المنفعة الخاصة. فاحنا بنقول الدولة والقطاع الخاص نسيج واحد، محتاجين ان احنا نساعد بعض عشان نحافظ على المنظومة العريقة دي. فلازم سرعة اصدار قانون اتحاد المطورين، ده مهم جدا، ده اللي هينظم العلاقه ما بين العميل وشركه التطوير العقاري، وما بين شركات التطوير العقاري واحتياجاتها واحتياجاتهم من الدوله. حضرتك لو رايحه تشتري شقه، حاجه لاصدار هذا طبعا القانون. طبعا على وجه السرعه، وكل المطورين العقاريين الحقيقيين حريصين جدا على الموضوع ده ومستعجلين عليه. حضرتك لو رايحه تشتري شقه النهارده هتكوني مرتاحه انك انت رايحه في اتحاد او في منظومه معينه، بتسالي على الشركه، بتسألي على تفاصيلها، بتعرفي هل فعلا تمتلك المشروع ده ولا لا، هل في نزاع على الارض او مفيش، هل فعلا معاه قرار وزاري، معاه تراخيص، معاه ده بيدي ثقه للعميل اكتر. بالتوازي محتاجين منظومه او جهه رقابيه على شركات التسويق العقاري. الجمهوريه الجديده فتحت باب لشركات التسويق العقاري. كنا زمان نقول احنا هنروح للسمسار الفلاني، دلوقتي الجمهورية الجديدة فتحت أبواب لمصطلحات كتير زي شركة تسويق عقاري. أي حد بيدخل يبيع واحدة أو اتنين في أي مشروع يقولك أنا شركة تسويق عقاري. وللأسف في بعض من الشركات، وهم فعلا عدد قليل جدا، بيقولوا عروض وهمية لجذب بقى عملاء، بيقولوا إن هم ماسكين أكتر من مشروع وبيشتغلوا بأسامي مشاريع كبيرة. شايف الموضوع ده من انهي منظور؟ شركات التصوير العقاري في مصر شركات كبيره وشركات محترمه، ولكن برضو للاسف في الفترات الاخيره في شركات دخلت عروض كتيره، اسعار غريبه ما فيش منطق، يعني لا تمس للمنطق باي صله. والشعب المصري احنا طبيعتنا شعب عاطفي، فمجرد بدور على سعر رخيص
زي ما وضحت في البداية ان اي حد يقول له انا قلبي عليك انا جايب لك سعر مش موجود في مكان ده بنسمعه للأسف في السوق كتير جدا جدا. ممكن يبقوا مشروعين جنب بعض ولكن في جاب في السعر ما بين ده وما بين ده بشكل كبير. للأسف الشركة التانية بتتظلم طبعا. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه حضرتك. الشركات الحقيقية كتطوير عقاري بتتظلم في ده. العميل بنسبة 90% من العملاء بيدور على أرخص سعر فبالتالي بيروح للسعر الرخيص ما بيدورش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فده محتاجين جهات رقابية برضو على جهات تنظم السوق شركات التسويق العقاري. للأسف بننزل الأسعار دي في إطار إحنا عاملين أوفر وأحيانا تنزيل الأسعار ده مش ميزة للعميل المفروض. يعني ما هو في أسعار بتبقى مش منطقية بالظبط. مش أنا هنزل لك يعني في السعر قوي ليه؟ يعني هوفر لك في الأسمنت مثلا وانتشرت بالظبط في التشطيب في السيفتي وانتشرت سياسة الكاش باك جدا جدا. ده لسه هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة. دي تفاصيل لا تليق بقطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية اللي بتحصل حاليا. دلوقتي البروكر بقى بيعمل ديل مع العميل. أنا مثلا لي نسبة من شركة لي 10%، فالعميل ابتدى يقول له انت هتديني كام بالظبط كده. ابتدى يروح لأكتر من بروكر عشان عارف ايه اللي هيحصل. ويعني الموضوع أصبح بقى العميل مشتري وبروكر. دي حقيقة أو سمسار. دي حقيقة. فأصبح العميل بقى مزدوج. العميل بيدافع عن نفسه يا فندم. هو العميل برضو بيدافع عن نفسه. يعني أنا بشوف إن العميل معذور في حاجات والمسوق العقاري معذور في حاجات والشركة صاحبة المشروع يعني برضو بتبقى مظلومة أحيانا. إيه بص حضرتك يعني بتطلع له نسبة وهو بيروح يتفق مع عميل. الموضوع مش ما هو لو كلنا اشتغلنا داخل المنظومة العقارية بالمنطق وبالعقل بالدراسات وبرؤية كل ده كلنا هنستريح. هتلاقي حضرتك الأسعار كلها قريبة لبعضها في المنطقة الواحدة. هتلاقي البروكر شغال بسياسة واحدة. شركات التطوير العقاري خلاص في كلنا شغالين بفكر. مفيش مشاكل هتحصل. احنا محتاجين بس ان احنا ازاي نقنن أوضاع شركات التسويق العقاري. زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين بالتوازي مع زي ما اتكلمنا على اتحاد المطورين شركات التطوير العقاري. شركات التسويق العقاري النهاردة بقت كتيرة جدا. فمحتاجين ان احنا نقنن اوضاعهم من خلال جهة تنظيمية ورقابية. انشاء جهة تنظيمية ورقابية لشركات التسويق العقاري. صحيح. لازم يعني لازم يبقى فيه النهاردة رقابة وفيه تنظيم. الاسعار اللي بيطرح بيها المشروع دي ازاي هتبيع بيها. يعني احنا نبقى شايفين الغلط بيحصل ما مش عايزين نسيبه يحصل. يعني مش عايزين الغلط ده بيكون سببه شركة التطوير العقاري ولا شركة التسويق؟ ما شركة التطوير العقاري هي اللي بتطرح السعر. إيه يا فندم؟ الاثنين يا فندم. هي خطأ مشترك في بعض الاحيان. يعني في بعض الاحيان خطأ مشترك وفي بعض الاحيان بيكون من الشركة من شركة التسويق العقاري. إزاي؟ ممكن حضرتك تفضل يطلع في اسعار معينه قليله عروض وهميه واسعار وهميه وقت التنفيذ لا خلص المشروع انتهى ما فيهوش وحدات عشان اقدر اجيب العميل بشكل اخر عشان ادخله الشركه عشان ابيع له بتفاصيل معينه. ما حدش قال لا سمح الله ان حد قصد حاجه نصب او حاجه من الكلام ده. ولكن محتاجين نقنن الاوضاع دي في اسرع وقت. وشركات التطوير العقاري هي البدايه. إصدار قانون اتحاد المطورين ده أهم حاجة في الوقت الحالي. نعم. دكتور أحمد معانا مداخلة تلفونية. معانا اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتورة وأهلا بضيف حضرتك وحياتي لأسرة البرنامج والقناة. منورنا في الجمهورية الجديدة يا فندم. أهلا بك يا فندم. والله أنا يعني ليا كلمتين بساط قوي يعني. طبعا تفضل. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية واحنا عارفين الدولة المصرية استلمها على المستوى السياسي والإداري والفني من كل الاتجاهات كانت شكلها ايه ودلوقتي الشكل بقى ايه طبعا. نعم. فالمستهدف طبعا في كلام حضراتكم او في البرنامج طبعا الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة دي لما جه الفكر يا سيادة الرئيس في بناء حاجة اسمها الجمهورية الجديدة ما جاش من فراغ. الكلام ده جه بناء على تخطيط واستراتيجية
كبيرة جدا وواسعة جدا، وتم التخطيط ليها والتنظيم ليها على مستوى عالي جدا منذ بدء تولي المسؤولية، وعلي هو عنده هذا الفكر اللي فعلا يعني وصلنا لهذه المرحلة اللي احنا موجودين فيها، واللي بنتطلع لأكثر كده من كده بكتير. أنا عايز أقول حاجتين بساط جدا، إن أول بصمة في الجمهورية الجديدة هي القضاء على العشوائيات في مصر، وده أنا بعتبره عبور تاني. صحيح. الحاجة التانية اللي مهمة جدا في الجمهورية الجديدة اللي هي حياة كريمة والقضاء على عشوائيات الريف، وده أنا بعتبره برضو عبور ثالث للدولة المصرية. المشروعين اللي بتكلم فيهم دول فعلا نهضوا بالفرد المصري وبالشخصية المصرية، وفعلا هيخلونا نصل إلى حاجة اسمها الجمهورية الجديدة. ناهيك حضرتك عن العمران الرهيب اللي بيتم من شبكة طرق ومن مدن جديدة ومن استثمارات ومن مصانع إن شاء الله وزراعة، وحاجة على مستوى يعني فعلا يعني ما حدش أعتقد كان في الشعب المصري حتى في الثورتين كان يتطلع لهذا، لكن ولله الحمد يعني التخطيط والبرنامج اللي على مستوى اللي السيد رئيس ماشي عليه يعني هو اللي وصلنا إلى هذه المرحلة، ولسه بنتطلع للمزيد أكتر من كده بكتير إن شاء الله. صحيح معالي اللواء، أنا وضيفي دكتور أحمد الشناوي كنا بنتحدث عن التطوير العقاري، والجمهورية الجديدة فتحت أبواب كبيرة قوي لعدد من الشركات التطوير العقاري كبير. بنقول إن في تحديات بنواجهها، بنقول ان العميل بقى محتاج يتثقف عشان يعرف هيدخل يشتري من انهي شركه. عندنا توسعات عمرانيه هايله، عندنا مدينه زي مدينه العاصمه الاداريه الجديده مدينه تحاكي دول العالم. راي حضرتك ايه في التحديات اللي المفروض نواجهها في السوق العقاري؟ في الحقيقه احنا التحدي السوق العقاري ده كبير جدا نظرا للتوسع والانتشار والتنوع الكبير على مستوى الدوله المصريه بمحافظاتها بمدنها الجديده. الكلام ده فعلا محتاج من المطورين العقاريين ان هم يكون لهم خطط يعني يستهدفوا بيها اللي هيستغل هذه العقارات، ويبقى لهم اكتر من كاتيجوري. احنا ما نبصش لكاتيجوري واحد اللي هو الطبقه الراقيه اللي هي عايزه تصل الى ياخد التوين او التاون او الفيلا او الشقه الراقيه او كده. لازم في التطوير العقاري ننزل لكافة المستويات، يعني لازم أبدأ بأول ليفل اللي هو المستوى مين اللي هيخدم هذه المنطقة اللي هتتم. دول لازم ليهم سكن والمطور العقاري يستغله. طيب الطبقة اللي هي طبقة اللي هنقول الموظفين أو الطبقة اللي هي المتوسطة برضو دي هتخدم على هذا المكان، يبقى لازم استهدفهم. الطبقه اللي هي الاعلى شويه اللي هي بتاخد امتيازات اعلى برضه لازم. فلازم المطور العقاري يبقى ليه كذا كاتيجوري في العقارات اللي بيتم التسويق ليها، ولازم تسهيلات طبقا لهذه المستويات. طيب دكتور احمد ممكن برضو يشاركنا الراي في الموضوع ده، ان احنا ازاي فعلا نساعد الطبقات المتوسطه؟ يعني احنا دلوقتي يمكن اغلب الشركات بتتوجه للمدن الجديده وان هي بتعمل توسعات عمرانيه فيها مع الدوله، ولكن احنا محتاجين برضو زي مثلا حياه كريمه، احنا محتاجين نبني بالظبط زي كريمة. ما سياده اللواء قال كده، احنا محتاجين يبقى في كذا مستوى. احنا شركات التطوير العقاري كلها ركزت على المشاريع يعني اعلى كاتيجوري يعتبر موجود، فاحنا محتاجين بالزبط. محتاجين عوده المشاريع القوميه تاني بتاع زمان مهمه بالزبط. محتاجين زي ما موجود سكن مصر وجنه مصر، كل ده هايل. محتاجين كل ده مستويات، يعني العقار بمستوياته المختلفه اللي اقدر اناشد كل العملاء من اول العميل اللي عايز يشتري واحده ب 250,000 و 300,000 لغايه بقى زي ما احنا زي ما هو موجود في السوق. فده تمام. مهم جدا. ده مهم جدا، وزي ما قال سياده اللواء يا فندم اي حاجه اساسها يعني اول ما سعادته اتكلم بيتكلم على الجمهوريه الجديده، وسياده الرئيس كان اساسه التخطيط للجمهوريه الجديده. اي حاجه اساسها قائم على تخطيط وعلى فكر فهي بتنجح. صحيح. معالي اللواء عايزين نتكلم عن حياه كريمه ومدى اثرها في الكره.
والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة كريمة، منذ بدأت وأنا في حالة من يعني السعادة البالغة اللي لا أحد يتخيلها. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا يعني أنا بصفتي برضه غير وكيل أول لجنة الدفاع المقاومة، أنا أمين عام حزب حماة الوطن. نعم يا فندم. الحزب طبعاً وبنبارك لحضرتك. الله يخليك. بنبارك لحضرتك. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. الله يخليك. عشان ببارك لحضرتك عن الافتتاح بتاع المقر غداً. الافتتاح بكرة. نعم. عن حزب حماة وطن بيساند الدولة بشكل كبير قوي. الله يخليك. احنا وانا عايز اقول حته في الاحزاب كده بس عشان الناس يعني ممكن بتنظر نظره الاحزاب نظره يعني مش سليمه. سياده الرئيس ادى توجيه قال ان الدوله المصريه والقياده السياسيه باجهزتها لن تستطيع انها تقوم بسد كافه مطالب وخدمات الشعب والمواطن المصري. لازم يكون في مشاركه مجتمعيه من منظمات المجتمع المدني ومن الاحزاب السياسيه مع الدوله لتقوم الدوله وعشان نساعد في حياه كريمه ونساعد في بما اننا بنتكلم عن حياه كريمه، دور حزب حماة وطن في حياه كريمه ايه؟ والله انا عايز اقول لحضرتك احنا بقالنا فتره يعني خلال العام السابق بنشارك حياه كريمه في كافه اوجه سواء على المستوى توفير خامات البناء او على مستوى توفير بعض الـ 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 الاجهزه او المعدات اللي بيتم بيها فرش البيوت. بنساعد في حاجه مهمه جدا يمكن لينا انفراد فيها، ان احنا ابتدينا ننزل للقرى اللي تم حياه كريمه سلمتها بالكامل، وبنشتغل على تثقيف وتوعيد المواطنين في هذه المدن الريفيه ازاي تقدر تحافظ على الارتقاء اللي انت وصلت ليه. يعني الترع اللي حضرتك عارفاها طبعا اللي تم تبطينها وتشجير طبعاً. حواليها طبعاً. وبقى المنظر راقي جدا. ازاي المواطن ما يرجعش تاني يرمي القمامه في هذه الترعه تاني، وازاي ما يرجعش تاني الحيوانات اللي عنده اللي بتتربى تنزل في هذه الترع ويبتدي يغسلها او يعمل لها اي كفر لاي حاجه. يعني ازاي الناس ما تستغلش ميه الترع دي في استخدامات غير مظبوطه. ده على سبيل المثال. احنا فعلا يعني محتاجين الندوات تثقيفيه، محتاجين فعلا المشاركه المجتمعيه. انا بشوف ده البناء الحقيقي. بالظبط. ده اللي احنا بنشتغل عليه يعني، ولينا انفراد كحزب في هذا الموضوع بغض النظر بقى عن يعني اي حاجه بتنطلب مننا بنوفرها لحياه كريمه طبعا طبقا لقدراتنا بنقدمها طبعا، وماشيين ايد بايد بحياه كريمه ومع رئيسه مؤسسه حياه كريمه الدكتوره ايه عمر، واحنا ايد بايد معاها وبنوفر كل ما هم يحتاجوه. والحزب ما بيتاخرش عن توفير اي خدمه للمواطنين بصفه عامه في كافه المجالات. بنشكرك معالي اللواء، وعايزين رساله اخيره من حضرتك للشارع المصري وبالاخص للسوق العقاري. والله رسالتي للشارع المصري مهمه جدا. انا بأناشدكم الناس كلها تكون على قلب رجل واحد زي ما سياده الرئيس بيقول، اننا كلنا نعمل لاحياء حاجه اسمها جمهوريه جديده، كل واحد يساعد على قد ما يقدر. ان شاء الله عارف حضرتك يعني لو هيساعد بكلمه، لو هيساعد بجنيه، لو هيساعد باي حاجه في قوام هذه الدوله، دي كلمة مهمة جدا لكل مواطن مصري. ادي بلدك زي ما بلدك مدتك. احنا الحمد لله الواحد وصل لمستوى ان انا نفسي ادي البلد، انا مش عايز حاجة. احنا وصلنا لهذه المرحلة، نفسي كل مواطن يصل لكده. ادي والابتدي ده للمستقبل وللاولاد وللاحفاد، عمرك ما هتعمل حاجة ومش هتجاز عليها. بالنسبة لحضرتك قلت لي حياة كريمة. السوق العقاري. السوق العقاري. بالنسبة للسوق العقاري احنا برضو بأناشد انا الشارع المصري موضوع التكدس، ان احنا نستثمر في العقارات وان احنا يبقى عندنا عقارات وناخدها ونجمدها وفلوس واقفة. هو ده هنرجع لزمن قديم ما كانش يعني عطل مصر في السوق العقاري جامد جدا. السوق العقاري الناس بتبدا تستخدم او تاخد ما هو يلزمه،
يعني انا محتاج مثلا اخد شقه في الحته الفلانيه لابني لكذا كذا، ما اجيش انا اجمد فلوس في عقارات. هي دي المشكله برضو اللي موجوده عندنا في المدن الجديده. صحيح. ان في بعض العقارات فعلا مجمده فيها اموال، وللاسف اللي جاي في المستقبل هيخلي العقارات دي يا اما تتجمد عند سعر معين يا اما هتنزل، ان العرض كبير جدا. فده حاجه بقى اناشد بيها المواطن المصري، ان انت تاخد العقار بس تاخد اللي يلزمك، لكن الذي لا يلزمك انت حتى لو عايز تستثمر، الدوله دلوقتي فاتحه في مشاريع استثماريه ضخمه جدا وفي مجالات كتير جدا، استثمر فيها يعني، شارك يعني او من خلال البنوك، من خلال شركات استثمار، في مجالات كتير للاستثمار. هي المشكله سعادتك الثقافه محتاجه تتغير، يعني ان الناس اعتادت على التوعيه. السياده الرئيس دايما بينادي بيها التوعيه، عايزين التوعيه، الشعب عندنا محتاج التوعيه، واحنا بننادي بها باستمرار. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا دكتور. هي بالظبط، الناس محتاجه حملات توعيه في حاجات كتير. بالظبط، وده اللي هنشتغل عليه خلال الفتره الجايه ان شاء الله. صحيح، انا بشكر حضرتك جدا. اسلام يا فندم. شكرا على خير ان شاء الله. شكرا. كان معنا اللواء طارق نصير، وكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع مشاهدينا، استنونا. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين حديثنا عن التوعية للسوق العقاري. دكتور أحمد، عايزين نتكلم عن دور الشهر العقاري وتسجيل العقار في الشهر العقاري. ده من المواضيع المهمة جدا، ودي من الآليات اللي هنقدر نواجه بيها أي التحديات اللي موجودة في سوق التطوير العقاري. موضوع التسجيل في الشهر العقاري، أولا حضرتك ده بيضمن الملكية، حضرتك عقاري ليه رقم قومي زي رقم القومي اللي معاك كده بالظبط، فده بيضمن الملكية لملاك الوحدات. خلال الشهر الحالي فبراير كان المفروض في موافقة، يعني مجلس النواب وافق على مشروع اللي متقدم من الحكومة بالنسبة لتسجيل الشهر العقاري. المشكلة كانت عند الناس برضو هي غياب الثقافة ان انا اسجل وحدتي في الشهر العقاري وان فيها رسوم عالية والكلام ده. المفروض ان هيكون في حد ادنى 500 جنيه بحد اقصى 2000 جنيه او 4000 جنيه مش متذكر، فده هيسهل على المواطنين انه يسجل وحدته. تاني حاجة احنا برضو محتاجين نوعي المواطن باهمية التسجيل في الشهر العقاري، زي ما قلت لك بيعلي من قيمة الوحدة. يقدر اي مواطن عنده وحدة مسجلة في الشهر العقاري يقدر ياخد عليها كارد، بنقدر نحافظ على الثروة العقارية بتاعتنا، بيعمل طبعا جذب الاستثمارات بشكل عام، فده مهم جدا جدا جدا، ومن الحاجات من القوانين الهامة اللي هتواجه تحديات القطاع العقاري في 2022 ان شاء الله. ان شاء الله. فبنناشد المواطنين بالكامل ان الكل لازم نتوجه، ولازم شركات القطاع الخاص في بيع الوحدات تناشد العميل بأهمية التسجيل في الشهر العقاري. طب دكتور أحمد، بما أننا بنتكلم عن الاستثمار الأجنبي، شايف بعد صدور قانون الاستثمار ده كان عامل من عوامل الجذب اللي خلت المستثمرين الأجانب يدخلوا مصر؟ طبعا، والدليل على كده، على دليل على جذب الاستثمارات الأجنبية، العاصمة الإدارية هي خير دليل، وكم الشركات والمشاريع اللي موجودة في العاصمة الإدارية، فده دليل قوي على جذب الاستثمارات الأجنبية مصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. ولسه إن شاء الله، يعني أنا عايز أقولك على حاجة، الدولة المصرية أقوى دولة في المنطقة جاذبة الاستثمار في الوقت الحالي، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، المناخ مستقر تماما، فالمناخ جاذب للاستثمار في الوقت الحالي. صحيح. فلسه ان شاء الله في 22 هنشوف حاجات كتير اكتر من اللي فات كمان ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك، القوانين المتعلقه بتنظيم قطاع منظومه التطوير العقاري، وعندنا الرقمنه من الحاجات المهمه جدا، التحول الرقمي النهارده من الحاجات الهائله هتساعدنا على انجاز مهامنا، وفي نفس الوقت توفير الوقت بشكل كبير ان شاء الله. ومعانا مداخله تليفونيه من السعوديه، معانا دكتور عيد العيد عضو صندوق التنميه السعودي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، حياك الله. يا هلا.
اهلا بيكم منور برنامج الجمهوريه الجديده. تسلم يا الله يحفظك. كنا لسه بنتكلم عن الاستثمار الاجنبي في مصر. انا اعتقد انه مصر طبعا الان تعتبر من اكبر الدول على مستوى القاره الافريقيه جذبا للاستثمارات. خلال فتره من 2018 وحتى تاريخي تبوأت المركز الاول على مدى الاربع سنوات الماضيه بحجم الاستثمارات الداخله اليها، وهذا طبعا مرد الحقيقه للاصلاحات الاقتصاديه التي قامت بها مصر في سبيل جذب هؤلاء المستثمرين. حسب احصاءات الانتاج تعتبر مصر طبعا على مستوى دول المنطقه، حتى على مستوى دول المنطقه الشرق الاوسط تعتبر هي من الدول المتقدمه في جذب الاستثمارات. ما في شك انه جذب هذه الاستثمارات ساهم بشكل كبير جدا في تحسين معدلات النمو في الاقتصاد المصري، واللي الحقيقه يعني في ظل الازمه كوفيد 19 هي تعتبر من الدول المحدوده جدا التي لم يحدث فيها انكماش. كان هناك نمو، نعم ان نمو يعني بمستوى اقل، ولكن اغلب الدول حدث فيها انكماش، بينما جمهوريه مصر العربيه كان النمو فيها بمعدلات جيده، اضافه الى تحسن كبير جدا في مؤشرات التنميه، في التصنيفات السياديه، في اشياء كثيره جدا. وهذا الحقيقه يعني مدعاه للفخر، واعتقد انه مصر مقدمه يعني في الاعوام القادمه على نهضة اقتصادية كبرى جدا، في ظل ما نشاهد الحقيقة من مؤشرات سواء لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو كذلك الحقيقة التعديلات الهيكلية في الاقتصاد المصري التي أصبحت الحقيقة يعني تساهم بشكل كبير جدا في زيادة التصنيع، في زيادة عجلة الإنتاج، دوران عجلة الإنتاج بشكل كبير جدا. وهذا ما هو ملاحظ. الاستثمارات العربية طبعا تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر، تجاوزت استثمارات المملكة مصر الآن حسب الأرقام الأخيرة 30 مليار دولار. أعتقد الإمارات تنافسها في هذا المجال، ربما تسبق الإمارات أو تسبق السعودية، ما أعلم بالضبط، ولكن الدولتين السعودية والإمارات هم أكبر مستثمرين في بعد إصدار قانون الاستثمار. نعم. حجم الاستثمارات السعودية زادت في الجمهورية الجديدة؟ يمكن الصوت ما سمعت، تفضلي اعيدي لو سمحت. بعد اصدار قانون الاستثمار زاد عدد الاستثمارات السعوديه في الجمهوريه الجديده؟ طبعا ما في شك انه بعد التعديلات التي حدثت في قانون الاستثمار اصبح هناك يعني سهوله لدخول المستثمرين، سواء المستثمرين الحقيقه من المملكه العربيه السعوديه او من دول الخليج او حتى من الدول الاخرى. الان في تقدم كبير جدا في يعني ارقام بدات تتصاعد للاستثمارات السعوديه في مصر. انا اعتقد انه مثلا المدينه الاداريه الجديده ساهمت بشكل كبير جدا في زياده الاستثمارات. التوجه الى الصناعات المتوسطه في مصر وصناعات تحويليه كذلك ساهمت بشكل كبير جدا في جذب استثمارات سعوديه لهذا القطاع، اضافه الى الاستثمارات الموجوده في البنى التحتيه في جمهوريه مصر العربيه. نعم. اشكرك دكتور عيد، نورت برنامج الجمهوريه الجديده، ودايما فخورين باستثمارات العرب والاجانب في مصر بعد التعديل كمان قانون الاستثمار، وبنقول اهلا بالجمهوريه الجديده في العالم كله. اكيد ان شاء الله زي ما قلت لك الاستثمارات يعني في اللي جاي كمان اكتر وافضل. احنا عايشين نهضه عمرانيه حضريه في التطوير العقاري والتنميه العمرانيه، في نهضه اقتصاديه، الاستثمار، كل حاجه ان شاء الله. نامل في الجمهوريه الجديده كمان اللي جايه افضل بكتير ان شاء الله. دكتور احمد، معانا مكالمه حلوه جدا، معانا الفنان الكبير هاني رمزي. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ منور برنامج الجمهوريه الجديده. والله ده من ذوقكم ومحبتكم، ربنا يقويكم يا رب ويحفظكم. عايزين نسالك على رايك في التنميه وحجم التوسعات العمرانيه اللي بتحصل في الجمهوريه الجديده. هو انا هقول لحضرتك على حاجه، هي لفظ الجمهوريه الجديده ده بيحمل معاني كتيره جدا. صحيح. والحقيقه يعني انا شخصيا يعني من زمان وعنينا وتفكيرنا كله في ان نشوف مصر بشكل جديد. والحقيقه ده اتحقق يعني في ظل السنين اللي فاتت ديت
بسيطة يعني بشكل كبير جدا، وحصل تنمية كبيرة، حصل تطور كبير جدا. أنا بقول إن الجمهورية الجديدة هي مش شكل، هي مش لا، هي معنى لازم يبقى جوانا، جوه نفوسنا وجوه تفكيرنا، ويبقى ده هدف إن احنا الجمهورية الجديدة كل واحد في عمله هيبقى إيه جديد علشان خاطر بلدنا. فمثلا على مجال الفن، احنا الجمهورية الجديدة هل يليق بيها ان احنا نعمل عمل معين مثلا يسيء او يشوه شكل مصر، ولا يليق بالتطور والتنمية اللي حصلت جوه مصر دلوقتي؟ صحيح. على كل المجالات. صح. سواء على مجال التنمية العقارية او على مجال الطرق والكباري او على مجال شكل المباني، ولا على مجال التطور الصناعي او التطور الزراعي او اللي بتعمله البلد علشان مثلا توفر السلع المعينه للشعب في حدود معينه. هل بيحصل ده على التطور حتى في مجال البترول ومجال السياحه ومجال صحيح. ودايما بنقول ان الفن والدراما دايما بنعكس بيهم الواقع للعالم كله. بالضبط. ولذلك احنا كمان حتى الفكر اللي بيتقدم في الفن لازم يليق بكلمة الجمهورية الجديدة. احنا كلنا النهاردة فعلا بنحلم بهذه الجمهورية الجديدة، احنا عايزين مصر دي للأحسن. صحيح. وهي يعني مش هنقول مثلا بكرة أحسن من النهاردة، لا، ده احنا بنقول جديدة، جديدة من كل حاجة بقى. يبقى لازم نجدد ولازم نراعي ده تماما ونحط ده في تفكيرنا وفي عقلنا، بحيث ان احنا يعني السنين اللي جايه ان شاء الله كل اعمالنا سواء بقى في مجال الفن او الصناعه او التجاره او في جميع المجالات، في جميع المجالات حطه قدامك انك انت شغلك ده هل يليق بكلمه الجمهوريه الجديده؟ هل انت هتتطور من نفسك ومن عملك ومن فكرك ومن ابداعك ومن اللي عايز تصدره للعالم بره؟ ده يليق بكلمه الجمهوريه الجديده؟ عايزين رساله، يبقى لازم تراجع نفسك. صحيح. عايزين رساله اخيره من الفنان الكبير هاني رمزي للشباب. هم امل مصر، والجيل الجديد ده هو اللي هيطلع فعلا يحرر مصر من قيود كتيره كانت في السنين اللي فاتت مسيطره، ويحرر بلدنا فكريا كمان وفنيا بنشكرك وكل حاجه، لان هو الجيل الجديد هو الامل فيه. لان احنا فعلا لو انت حسبتيها يقول لك من شاب على شيء شاب عليه. صحيح. وانا بصراحه حابه نختم بكلمه حلم او امل مصر. بشكرك نورتنا دكتور احمد. وصلنا لنهاية حلقتنا، نورتني برنامج الجمهورية الجديدة، وأتمنى يكون لنا لقاء دائم نثقف به مشاهدينا الكرام ويتواصلوا معانا خلال الأرقام وخلال البيدج أو أي صفحة إحنا حاطينها عشان تتواصلوا معانا. تسيبوا أسئلتكم، وبوعدكم هيبقى في أسئلة منكم وليكم في الجمهورية الجديدة. نورتني. شكرا يا فندم، ربنا يخليكي. أنا سعيد بوجودي، بشكرك وبشكر فريق العمل بالكامل. شكرا يا فندم. أشكرك. مشاهدينا الكرام، كان معانا حلقة مختلفة، حلقة تثقيفية ليكم. كان معانا دكتور أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين. إلى اللقاء، ودمتم آمنين. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها، حاميها ربي يخليك ليها، وتعيش وتكبرها. حبيبها ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها، وبيديك بيديك هتعمرها. هنا الجمهورية الجديدة، حلمك هيبقى حقيقة، على ايدك الأمينة حققت الوعد لينا. هتعيش يا مصر حرة، هتعيشي ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين الفرحة بيها.